السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني، موضوعنا لهذا اليوم هو المثلث المتساوي الساقين. عندي أنواع من المثلثات، عندي مثلث متساوي الساقين ومثلث متساوي الأضلاع ومثلث قائم الزاوية. درسنا لهذا اليوم راح ناخذ المثلث المتساوي الساقين، أولا تعريفه، أرجو كتابته بالدفتر، وبعدين ناخذ خصائصه. تعريفه شو يقول؟ يقول هو المثلث فيه ضلعان متساويان. إذا تلاحظون رسم هذا المثلث، شوفوا هذا الضلع المن يساوي هذا الضلع، فيه ضلعان متساويان، يعني يخلي لكم هذا الخط ويخلي هذا الخط، يعني الضلع AB يساوي الضلع AC. إذن من ضمن التعاريف مالتنا راح حبايبي التعريف هو شرح على شكل تعريف، بس أنا ما راح أعرفه، راح أسويه على نقاط، على شكل نقاط على مود أحفظه. أقول أولا هو شبي مثلث، ومثلث فيه ضلعان متساويان. احفظ اول نقطة، هذا المثلث ماتي، شوفوا هذا الضلع AB وهذا الضلع AC شبيهم متساوين، هذا الضلع الثالث مختلف عنهم. إذن أول شيء بالتعريف مال المثلث المتساوي الساقين هو مثلث فيه ضلعان متساويان. ثاني نقطة شو يقول؟ يقول يسمى الضلع الثالث المختلف عن الضلعان بقاعدة المثلث. شو نسمي الضلع الثالث؟ قاعدة، راح أجي أكتب هاي النقطة عندي، أقول له يسمى الضلع الثالث، هذا الضلع الثالث يسمى الضلع الثالث المختلف، شوفوا يختلف عن ذول الضلعين، المختلف بقاعدة المثلث. واضح حبايبي؟ النقطة الثالثة شو تقول؟ تقول النقطة المقابلة، هاي النقطة، النقطة المقابلة لقاعدة المثلث تسمى رأس المثلث. صح، هذا مو الرأس مال المثلث، وهاي القاعدة اللي قاعد عليها. إذن النقطة الثالثة أقول النقطة المقابلة لقاعدة المثلث تسمى رأس المثلث. هسه أجي أتعرف على خواص هذا المثلث، شنو خواص هذا المثلث؟ شلون أتعرف عليه؟ عن طريق الأمثلة. خواصه، أول خاصية يقول تتساوى قياس زاوية القاعدة المقابلتين للضلع أو للضلعين المتساويين، اللي هما من هما A B، ومنو الأضلاع المتساوية A B و A C، هاي الأضلاع المتساوية. يقول تتساوى قياس الزوايا، أريد أعرف وين هذول الزوايا اللي دا تقولي عليهم يتساوون بالقياس، وين الزاوية اللي موجودة بالقاعدة، وين هالقاعدة ماتي؟ هاي أنا مو سميت هالقاعدة؟ نعم، هاي الزاوية مو موجودة بالقاعدة، تقابل يا زاوية، تقابل الزاوية سي. إذن زاوية بي وزاوية سي الموجودة بالقاعدة بالمثلث المتساوي الأضلاع تكون قياساتهم متساوية. إذن قياس زاوية B يساوي قياس زاوية C في كل مثلث متساوي الساقين. قياس الزوايا الموجودة بالقاعدة تكون متساوية، إذا هذه 30 هذه أيضا 30 على فرضا،
زين، مجموع زوايا المثلث في كل مثلث، أي مثلث، متساوي الساقين، قائم الزاوية، منفرج، أي مثلث عندكم هذه تحفظوها. مجموع زوايا لازم تكون شقد 180. إذا تجمعين هاي الزاوية ويا هاي الزاوية وهاي ذي الزاوية لازم يشكلون شقد 180 درجة. زين، من الخواص مالتي أريد أعرف شنو نقطة ثانية. يقول أي مثلث فيه قياس زاويتان متساويتان يكون مثلث متساوي الساقين. واضح بناتي؟ يقول بأي مثلث إذا أكو زاويتين مجموع قياساتهم متساوية، إذا نقول هذا مثلث متساوي. عندي من الخواص مالتي يقول منصف زاوية الرأس. هاي زاوية الرأس أكو فتشي ينصفها، منصف زاوية الرأس يكون عمودي على القاعدة. فعلا هذا الشكل العمودي، مو هالشكل يكون شكله العمودي والمتوازي هذا. واضح هذا التوازي وهذا العمودي. يقول هذا اللي ينصف زاوية الرأس يكون عمودي على القاعدة. هاي الخاصية الثالثة والأخيرة راح أكتبها هنا أنا. منصف زاوية الرأس يكون عمودي على القاعدة. شلون يعني؟ يعني راح أسمي هذا أي، سميت هذا الضلع أي دي. إيش راح أقول؟ أقول لأي دي شبيه هذا الضلع عمودي على منو؟ بي سي، عمودي على بي سي. لهنا ينتهي عندي التعريف والخواص. أبدي راح أخذ الأمثلة بعد ما عندي أي شيء يخص هذا المثلث المتساوي الساقين. تحفظون يا بنات أولا تفهمون التعريف وبعدين تحفظون الخواص وتفهموها وتهضموها كل زين. يلا بعدين نجي نحل الأمثلة سوية. راح أبدي مثال واحد صفحة 14. مثال واحد صفحة 14. شو يقول المثال؟ يقول في الشكل المجاور إذا كان، شو يقول لي المثال؟ يقول لي في الشكل المجاور، هذا الشكل المجاور مالتي زاوية BAC، زاوية قياس زاوية BAC تساوي شقد؟ 36 درجة. زين، وكان المثلث ABC متساوي الساقين، صح؟ لأن خلالي هاي الإشارة، يعني هذا الساق بقيت هذا الساق. واضح؟ يقول جد قياس الزاوية ABC. بنات من تقرون هذا ABC يقصد يا زاوية هاي بالوسط، يعني يريد قياس زاوية B. هذه الزاوية مجهولة، من أطلع هذه الزاوية بي بالمثلث المتساوي الساقين هي مو بقدها هاي سي، لأنه موجودة بالقاعدة. موجودة وين؟ موجودة بالقاعدة. وأنا قلت الزوايا المتقابلة في المثلث المتساوي الساقين تكون شبيهة متساوية بالقياس. زين، أنا راح أفرض، أقول راح أفرض قياس زاوية A B C، يعني هاي الزاوية A B C، وقياس زاوية A C B. A C B تساوي شقد؟ X. يعني هاي راح أفرضها X وهاي أيضا راح أفرضها X. أنا أخذت قاعدة قلت مجموع زوايا المثلث تساوي شقد؟ 180 درجة.
راح أجمع قياس زاوية A زائد مجموع. ليش أخذت الزائد؟ لأن هو بعد يا زاوية قياس زاوية A زائد قياس زاوية B زائد قياس زاوية C يساوي شقد؟ 180 درجة. واضح؟ زين، قياس زاوية A شقد؟ 36 زائد هذا شقد فرضت قياس زاوية B؟ مو فرضت X؟ وقياس زاوية C شقد فرضت؟ أيضا X، يساوي شقد؟ 180 درجة. هذه الاكس المعامل مالتها مو واحد، وهذه الاكس معاملها واحد، واحد زائد واحد اثنين اكس تساوي 180 بقت بمكانها. هاي 36 الموجبة من احولها اجيبها هنا شو تصير؟ سالب 36. اذا اثنين اكس تساوي لي 180 ناقص، أكمل 180 ماتي ناقص 36 144. هذا عندي 2 هنا يم الأكس، وأني شريد أريد بس الأكس اللي هو قياس زاوية بي مثلي، أقسم طرفي المعادلة على 2، هذا على 2 وهذا أيضا على 2، هذا يروح أكس تساوي 14 على 2 بهش قد 7، 4 على 2 بها 2، 72 طلعت لي منه زاوية B. إذن قياس زاوية A B C يساوي شقد؟ 72 درجة. إذا تخلون هاي 72 وهاي 72 وتجمعوها ويا 36 تطلع 180 درجة. بنات، قياس المثلث المتساوي الساقين القاعدة مالته شي يكون بيها؟ أرجع وأقول المثلث المتساوي الساقين القاعدة بيها زاويتين متقابلة. زين، ليش مو يا هذا؟ هذا همينه متقابلة؟ لا، هذا الرأس مالته وينصفه هذا. واضح؟ الزوايا الموجودة بالقاعدة هذه الزاوية بقد هذه الزاوية. راح انتقل لحل تمرين رقم 1 صفحة 16 من تأكد من فهمك. إذا تحبون وقفوا الفيديو، حلوا نقطة رقم 1 في صفحة 16 وبعدين رجعوا شغلوا الفيديو. واضح بناتي؟ زين، خلي نرسم سوى هذا المثلث. قالب لي هذا المثلث. تأكد من فهمك صفحة 16 النقطة الأولى، هذا المثلث اللي عندي. أني أرسم وياكم على مود ما أريد أي طالبة ترسم بيدها، أقدر أرسمه قبل لا تشوفوا أرسمه عادي، بس أريد بنات أنتوا همينة بالمسطرة. منطيني هذا 2x ناقص 5، هذا القاعدة ما تشقد، هذا ضلع بنات، هذه زاوية. رجاء فرقوا بين الزوايا والأضلاع. هذا قياس هذا الضلع يساوي قياس هذا الضلع، هذه المعطيات كلها من السؤال، وهذا الضلع قياسه 2x ناقص 3. قياس هذه الزاوية 40 درجة. هذه المعطيات اللي مطينياها بالسؤال، قال لي هذا الشكل عندك هو مثلث متساوي الساقين، وبعد قال لي المحيط مالته قد يساوي 19، يريد قيمة x، هاي x اللي موجودة بالأضلاع. شوف كم مطلب، يريد قال لي جت قيمة x. ثاني مطلب يريد طول، ثاني مطلب طول كل ضلع، يعني طول هذا الضلع لازم أطلعه، طول الضلع الثاني والضلع الثالث. ثالثا يريد قياس كل زاوية. واضح؟ هسه أني أول شي راح أجي أسمي هذا المثلث. أني بكيفي أريد أسمي، يلا أشتغل A B C. واضح؟ هو قال لي بالسؤال هذا الضلع AB
يساوي الضلع AC. هذه القاعدة، الزوايا المتقابلة مو متساوية. هسه أنا سميت هذا المثلث A و B و C. زين، عادي أي مطلب تبدون به مو غلط، صحيح. مين ما تبدون بناتي، مين ما تبدون صحيح. زين، أنا راح أبدي أول شيء أطلع للزوايا، أقول للي أعرفه أني مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. أقول لقياس زاوية A زائد قياس زاوية B زائد قياس زاوية C يساوي 180 درجة. قياس زاوية A إيش قد من طينياها؟ 40. قياس زاوية B راح أفرض هذه Y وهذه أيضا Y، زائد هذه Y. قياس زاوية B ما عندي، مجهولة، لازم أنا أطلعها. قياس زاوية C أيضا مجهولة، فرضتها Y، يساوي شقد؟ 180. أرجع وأقول ليش زائد، أرجع وأقول وأنبه ست، ليش هاي جمعتي الزوايا؟ لأن عندي بنتي قاعدة مجموع، مجموع يعني جمع زوايا المثلث، يعني كل الزوايا هذولة لازم شقد تساوي 180 درجة. زين، أنا بهذا الطرف عندي مجهول وهذا الطرف معلوم، أقدر استفاد من هاي 180. هذه الواي إش قد المعامل مالتها من ماكو أي شيء يم المتغير، يعني إش قد المعامل؟ واحد. إذن واي زائد واي اثنين واي تساوي 180، وقت بمكانها. هذه 40 من أجي أنقلها هنا إشارتها موجبة، شو تصير؟ سالبة، سالب 40. 2y تساوي 180 ناقصا 40، 140. هذه بعد شو يريد من عندي؟ يريد طول كل ضلع بهذا المثلث ويريد قيمة x. أنا منطيني معلومة كلش حلوة بالمثلث، منطيني المحيط، محيط أيضا هذا قانون، محيط المثلث شو يساوي؟ مجموع أطوال أضلاعه الثلاثة. إذا نجمع هذا الضلع ويا هذا ويا هذا الضلع يساوي شقد؟ 19. المحيط شقد منطيني إياه؟ 19. خلي أستفاد من هذه المعلومة. هذا الضلع منطيني إياه 2x ناقص 3 اللي هو سميته AC. الضلع اللي مقابيله ما منطيني اياه، بس قايل لي هذا المثلث متساوي الساقين. اذا هذا الضلع المقابله ايضا 2x ناقص 3، راح اقول 2 في شوفوا حبايب، هذا راح تقولوا لي ست هاي مين هاي الاثنين؟ شوفوا ماما، انت مو انطاج هذا المثلث، انطاج قياس هذا الضلع، هو ما قايل اي وبي، اي وبي وسي، انا سميته منطيج قياس هذا الضلع شقد؟ 2x ناقص 5. وهذا الضلع شقد منطيج اياه؟ 2x ناقص 3. بس هنا أنا ما عندك، لعشانو شو تفرضي انت بكيفك؟ ما يصير. هذا الضلع مخلي عليه خط وهذا خط، يعني هذا المثلث انا لا اشتغل على المتساوي الساقين، لعدها متساوي الساقين، يعني هذا الساق بقد هذا، هذا مو 2x ناقص 3، إذن هذا أيضا 2x ناقص 3. هذه فكرته. هنا أنا لهذا كتبت محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاع الثلاثة. هذول الضلعين مشابهين، راح أخلي أضربهم في 2. وتقدرون عادي بطريقة ثانية، يعني تقولون 2x ناقص 3 زائدا 2x ناقص 3 زائدا 2x ناقص 5، هذا الضلع الثالث اللي مختلف عنهم. هاي الاثنين مضروبة بالقوس، راح أدخلها على القوس. 2 في 2 4x، موجب في السالب سالب. 2 في 3 6، زائد 2x ناقص 5 يساوي 19. الحدود المتشابهة تجمع سوى 4x موجبة و2x 6x، ناقص 6 وناقص 5 ناقص 11، الإشارات متشابهة، نجمع وناخذ نفس الإشارة ويساوي لي 19. 6x تساوي 19،
هذه سالبة من أنقلها هنا لأن نضع الأرقام في جهة والمتغيرات في جهة. 6x تساوي لي 6x تساوي 19 زائد 30. أقسم طرفي المعادلة على شقد؟ على 6 حتى تخلص من هاي 6 يطلع لي بس x، ويقول لي جد قيمة x صح؟ إذن أقسم طرفي المعادلة على معامل x، هذه تروح. إذن راح تقول لي x يساوي شقد؟ 5، لأنه 30 تقسيم 6 يساوي 5. طلعت للمطلب الثاني اللي يريد بيش قد قيمة x. هسه قايل لي جد طول كل ضلع، هذا الضلع 2x ناقص 5 يؤدي إلى 2. x شقد طلعتها؟ 5 ناقص 5، 2 في 5 10، ناقص 5 يساوي 5. هذا طلعت هذا الضلع شقد؟ 5. اخذ 2x ناقص 3، 2x ناقص 3 يؤدي 2. x شقد طلعتها؟ 5 ناقص 3، 2 في 5 10، ناقص 3 يساوي 10، يروح 3 7. هذا الضلع شقد طلع لي؟ 7. هذا يشبه همين 7، إذا أجمع 7 زائد 7 زائد 5 يساوي 19. إلى هنا نأتي إلى نهاية التمرين رقم 1.